سلام الله عليكم، يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير وسنة خير إن شاء الله جديدة علينا. وإن شاء الله هاي ولادة فجر جديد، كل هالمشاكل هاي اللي بتصير وترجع إن شاء الله للجامعة أو ترجع تمارس حياتكم طبيعية. اليوم بنبلش في كورس Applied Probability اللي إحنا بدينا فيه أصلاً، لكن على تيمز صار بعض المشاكل والطلاب طلبوا نصور لهم المحاضرة اللي شرحناها، وإن شاء الله بدنا نعيد تصويرها. فأول سؤال في المادة وتعرفوا هتحزر أنا بصور بأي طعام في قسم الرياضيات. ثاني سؤال، طبعاً مش معطيكم أي هنت لأنه الواحد فيهم شبه بعض. ثاني سؤال شرحنا قبل هيك وحرجع نعيد، بدنا نتعرف على مصطلحات جديدة. إحنا بنحكي عن شيء اسمه random process مش random variable، أو بمعنى آخر مش random variable، هو random variable لكن مرتبط بالtime t. أنا الرمز الجديد هستعمله x of t مكتوب عندكم definition في الفيديو على Teams، أنا صورت لكم الأوراق هاي مكتوبة على اللوح. x of t هي number of events that occurred in the interval 0 t، يعني خلال فترة زمنية معينة طولها t نص ساعة ساعة ساعتين. x of t هي عدد الأشخاص أو عدد الأحداث اللي صارت خلال هاي الفترة الزمنية. فراندوم فاريبل لما أربطه في التايم t هسميه راندوم بروسيس مش بس راندوم فاريبل. وهذا الراندوم بروسيس لانه حنكتشف زي ما برهنا وحرجع ببين هلا انه بيتبع بوسون ديستريبيوشن، فحسميه بوسون بروسيس. بس بني هذا الموديل بني على تحت اربع فرضيات. الفرضيه الاولى ان اكس اوف 0 تساوي 0، يعني عدد الاشخاص الحاضرين خلال فتره انيشيالي اولها فتره طولها صفر هو صفر اشخاص. هاي مسلمه. شو معنى مسلمه؟ انه شو البروبابيلتي انه هاي صحيحه 100% واحد هذا certain event. شو البروبابيلتي انه x of 0 equals اي رقم ثاني probability هو صفر؟ هاي حستعملها لقدام، خليها لقدام. المعلومه الثانيه اذا عندي فترات منفصله زي هاي الفتره وهاي الفتره، عدد الاشخاص اللي هون هاي x of t1، عدد الاشخاص هون x of t2، هون عدد الاحداث اللي صارت خلال الفتره الزمنيه هذه، هون عددهم x of t4. الفرق بينهم increments هدول independent. هذا assumption، هذا فرض، هذا مسلمات. دي مسلمات في الأول في المحادثة الإقليدية أخذتوها، هاي مسلمات. فعندي أول مسلمتين هيهم. المسلمة الثالثة إنه إذا عندي فترة الفرق بين عدد الأحداث بين فترتين زمنيتين ما بيعتمد على أي ساعة صار من حدث، بيعتمد على طول الفترة الزمنية. وكله حنحتاجه بوقت ورح نفهمه أكثر، بس هاي كلها مصطلحات جديدة. اللي بيهمني الرابع عن هاي، إذا عندي فترة زمنية صغيرة دلتا تي صغيرة very short goes to zero، في probability انه يصير حدث واحد راح ناخذ هذه probability، هنحفظها هاي probability انه x of t equals 1 x of delta t، يعني عدد الاحداث اللي حتصير خلال فترة زمنية almost zero، انه يصير حدث واحد هيك probability، وانه يصير ولا حدث الكومبلمنت تاعتها، وانه يصير اكثر من حدث خلال فترة زمنية صغيرة بنعتبره صفر. وبدنا حكينا مع هذا النوتيشن عصير نستعمل هذا النوتيشن عشان نحسب البروبابيلتي. هي سب كي اوف تي معناته البروبابيلتي انه عدد الاحداث اللي صارت في فتره زمنيه طولها تي يساوي كي. هلا احنا عندنا بنعمل دراسه نشتق هذا القانون البي اوف سب كي اوف تي زي ما اشتقناه ونفرجيكم انه بيطلع بوسون. ليش بده يطلع بوسون؟ هون انا فارض تايم تي بلس دلتا تي، ودلتا تي فيري سمول عشان تتحقق هذه الخاصيه الرابعه ناخذينها. عن التايم معين انه x of t equals k x of t plus delta t، انه عدد الاحداث في هاي الفتره الزمنيه قيمتها k، في عندي حالتين، في عندي حالتين، اما انه كان عندي k وما زادوش بهاي الفتره فضلوا k، او كان عندي k minus 1 وزادوا واحد، لانه حسب هاي الفرضيه لما تكون delta t very small يا انه بصير حدث واحد يا بصيرش ولا حدث. تعالوا نشوف كيف نرسمها برسمة ونحاول نوضح كل اللي عم بحكي فيه أنا هون. طبعاً بالمناسبة الأوراق اللي بالأول اللي هي وصف الكيوب وكيف الميكانيزمز اللي حكينا عنها، هاي إلكم أوراق، يعني هاي بس عشان تعرفوا كيف لما عملوا الدراسة حطوها، يعني مش إنه حتى نسألوا عنها، إلكم لأن الاطلاع فقط حطيتوا إياها، يعني فما تحكيلوش همها كثير يعني لأن فيش فيها ما، بس إنه وصلت لهذا الرابط. أنا اللي بدي أحكيه هون إنه لو أنا عندي عند فترة زمنية عند التايم تي واستنينا فترة، طبعا هاي صغيرة كتير حصير اسمها تي بلس دلتا تي، ودلتا تي هاي فيري سمول، طبعا
طبعا الرسمة كبيرة عشان تشوفوها طبعا، بس انتوا عارفين في الماث يسمونها شبه نسبية. يا اما بيكون عدد الاشخاص او عدد الاحداث اللي صار في هذا الزمن كي وزيرو ايفنت صار، فصار عددهم هم في هذه الفترة الزمنية، يعني هذه الفترة الزمنية صار عددهم ظلوا كي، او انه كان عددهم كي ماينس 1 وصار 1 ايفنت فصار عددهم كي. هذول هم الحالتين اللي انا ملخصهم هون، انه انا اجيت عندي لحظة معينة شفت عددهم واجهتني في خلال فترة زمنية صغيرة، اما بزيدش او بزيد واحد فقط بزيدش اكثر من هيك، على حسب حسب شو الفورم. فبصير عند هاي الفترة عددهم كي. هاي انا رسمت لكم اياها بتري دايجرام، انه لما يكون اكس اوف تي، اكس اوف تي ايكوز كي، او ممكن تكون اكس اوف تي عند التايم هذا البلش احسب عند التي اشوف فيه المشاهدات يكون عددهم كي ماينس واحد. البروبابيلتي انه يكون عددهم كي حسب هذا النوتيشن، هاي البروبابيلتي اكس اوف تي ايكوز كي سميناها بي سب كي اوف تي، وهي تعودنا في التري دايجرام نكتب البروبابيلتي تاعتها بي سب كي اوف تي. يعني probability هاي معناها حسب الرمز هذاك probability لهذا. هاي نفس هاي بس الفرق انه k k minus 1، فبكتب نفس الرمز انا بتعامل مع الرموز قاعد وبدل ال k k minus 1. في ال 3 diagram احنا كمان هلا حكينا عند t plus delta t كم عددهم ممكن يكون؟ خلينا ندرس الحالتين اللي حكينا عنهم. حكينا اما انه ما بيزيد ولا واحد، ما بيزيد زيرو ايفنتس فبضل عددهم هذا k، او انه بيزيد واحد فبصير عددهم k بلس 1. هون بدي اكتب البروبابيلتي انها تضلها k، يعني ما يزيد ولا واحد زيرو ايفنتس. من هون شو البروبابيلتي انه نو ايفنت؟ هي 1 ماينس لامدا في دلتا t. هون انه يزيد واحد بصير عددهم k بلس 1، البروبابيلتي انه 1 ايفنت يزيد البروبابيلتي تاعتها لامدا في دلتا t. هاي y assumption، هاي تحت الاسامبشنز اللي هي في مسلمات اللي اشتغلنا عليها. هون نفس الحكي، اما بعد هاي الفتره الزمنيه الصغيره مش حيزيد ولا واحد وكان عددهم كي ماينس 1 مش حيزيد ولا واحد حيصفي حيضلوا كي ماينس 1، او انه حيصير ايفنت واحد فقط وحيصير عددهم كي. نفس البروبابيلتي انه ما يزيدش هي 1 ماينس لامدا في دلتا تي، وانه يزيد هاي البروبابيلتي لامدا في دلتا تي. هلا انا اللي بتزمني بدي اعرف كيف احسب البروبابيلتي ان ذس تايم يكون عددهم كي، هم هذول الحالتين هي هاي حاط عليها تك، هذه الحاله بصير عددهم كي وهذه الحاله. فالبروبابيلتي انه ات تايم تي بلس دلتا تي يكون عددهم كي حسب النوتيشن المكتوب هناك، حسب النوتيشن هاد تي انه عددهم يكون كي بلس 1، في عندي حالتين اللي عليهم تك، هاي الحاله وهاي الحاله. هاي كيف بحسب البروبابيلتي في 3 دايجرام؟ كنا نضرب البروبابيلتيز هذول، اضرب تي سب كي اوف تي مضروب في 1 ماينس لامدا في دلتا تي بلس اجمعينها حاصل ضرب هذول البروبابيلتيز اللي هي بي سب كي ماينس 1 اوف تي مضروبه في لامدا في دلتا تي. وهلا بدي اضبط هاي وافكفكها واوصلها بشكل معروف عندنا هون. وتذكروني انا بنيت هذا بناء على هاي الاسامبشنز الاربع فرضيات الاربعه تاعتنا. تعالوا نفك الاقواس، نوزع بي سب كي اوف تي على هذا القوس، صف عندي بي سب كي اوف تي بلس دلتا تي تساوي بي سب كي اوف تي ماينس لامدا في دلتا تي في بي سب كي اوف تي بلس لامدا في دلتا تي في بي سب كي ماينس 1 اوف تي. وبدي اجيب هذه هون، فصف عندي P sub K of T plus delta T minus P sub K of T is equal to، هون حاخد delta T عامل مشترك.
نضل عندي minus lambda في p sub k of t plus lambda في p sub k minus 1 of t، وبقسم على الاثنين جهتين، وهذا اللي خلناهم يدخل المعنى من هيك، وهذا بيشمل تعريف الديريفيتيف first derivative اي minus lambda p sub k of t plus lambda p sub k minus 1 of t. خذوا الليمت للجهتين as delta t approaches to zero عشان يصير شيء بالضبط هو تعريف المشتقة p sub k of t plus delta t minus p sub k of t over delta t is equal to limit as delta t approaches zero the minus lambda p sub k of t plus lambda p sub k minus 1 of t. هذا هو تعريف المشتقة، مشتقة هذا الجزء، هذه عبارة عن p sub k prime of t. هذه الليمت الفاليو بتاعنا دلتا تي معي دلتا هي، هذه يعتبر كونستنت بالنسبة لهذه الليمت فقط، فجوابه بالضبط زي ما هو، فنيجاتيف لاندا p sub k of t plus lambda p sub k minus 1 of t، وهي العلاقة اللي بدي اشتق منها الريكيرنس ريليشن اللي حكينا عنها عشان احسب p sub k of t شو هي، شو البي دي اف هاد، وشو التوزيع عملته. تمام، حبلش وين؟ حبلش فيهم واحد واحد. k equals 0 لما عوض هون مكان k 0 0 0 حيصفي عندي p node prime of t is equal to lambda في p node of t minus أو plus lambda في p negative 1 of t. t equals 0 لشوف شو العلاقة بينهم، بدي أطلع p node هاي p node of t معادلة تفاضلية p node prime of t of 0 حتطلع عبارة عن minus lambda في p node of 0 plus lambda في p node أو p z negative 1 of 0. شو معنى هاي p negative 1 of 0؟ إنه حسب النوتيشن كنت كاتب لكم إياه، هذا probability إنه x of t equals k، كانت هيك معناها ال k اللي هي negative 1 وهذا 0، وإحنا بدأي assumption الأول x of 0 لازم تكون 0، تكون أي رقم ثاني هاي كم تساوي؟ صفر، فهذه دائما صفر. فصفت عندي p node prime of 0 هي negative lambda في p node of 0. طبعا هاي تعرفوا كيف بنحلها، حتى مش بس لـ t 0 بشكل عام لأي واحد فيهم حتطلع هذه صفر، لأنه تطلع negative 1 عندها، لأنه عددهم مستحيل يكون negative. هاي لو بدي احلها سيبربل هعملها بس كحاله خاصه لزيرو، بدنا نعممها لتي، انا عممت لكم اياها المره اللي فاتت لتي، هاي لما نحلها بتطلع لان بي نوت ايكوالز نيجاتيف لاندا، هذول كونستنتس يعني ما في داعي اني اروح اعملهم اياهم مره ثانيه لزيرو، بس حتى بدي افهمكم انه هاي قيمتها كم؟ قيمتها صفر. عند التايم زيرو هذه دائما قيمتها زيرو، فاحنا حيكون عندنا بي نوت prime of t عبارة عن minus lambda p node of t لما نرجع لهون. هاي تمثل probability إنه x of t التام t عدد الأشخاص negative 1، وهاي الفاليو لازم تكون كم؟ 0. مستحيل من الفترة الزمنية t عدد الواصلين يكون وعدد الأحداث اللي صارت تكون negative 1. x of t هي عدد الأحداث، هاي صفر، فراحت عندها. هاي بدي أحلها، اقسم على p node of t اطلع نيجاتيف لامدا كاملوها، يصير لن المقام equals نيجاتيف لامدا في t plus c، فبتطلع e node of t equals e to the power نيجاتيف لامدا t plus c، يعني e to the نيجاتيف لامدا t في e to the c، وهيك أنا بكون رفعت صيغة ل e node of t. فالـ p node of t هي عبارة عن constant a في e to the minus lambda t where a هو e to the power
اوبسي. حبينا المعادله الاولانيه صفر مثل فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن عشان اطلع كونستانت اعوض تي زيرو الانيشال كونديشن زي ما كنتم متعودين انيشالي اي في اي تو ذا زيرو. وهاي عباره عن probability انه x of t equals k. احفظوا النوتيشن جديد عليكم هذا بس احفظوا لي اياه. probability انه x of t equals k t بتكون جوا هاي زيرو وبتكون تحت هاي زيرو. وهي دائما صح باي اسامبشن وبتلكوا لانها مسلم انه probability لها واحد فهذا certain event probability لازم تكون يعني واحد. فهذه قيمتها واحد وهي a مضروبه في واحد فالاي طلعناها واحد فصارت p not of t تساوي e to the minus lambda t. هاي اول recurrence prediction حخليها عندي اللي ارجع استعمل هاي وحط مكان ال k بدل ال 0 1 نحط for k equals 1 p1 of t وهي تصير t node of t. هون حطيتهم عوضت في هاي p1 prime of t هجيب هذه عندها plus lambda في p1 of t تساوي lambda في t node of t فبعدنا شكلها هذه قلنا first order linear ordinary differential equation. كيف بحلها منها integrating factor اللي أخذ الكورس هذا اللي هو e to the integral لمعامل function تعمل لامدا dt تصير عبارة عن e هو لامدا t وبضرب كل المعامل فيها تعرفت هي linear first order linear differential equation بس نعملها واحدة هاي اللي هي الوحيدة هاي والباقي بنعممهم. وهي لما أضرب e في e بدل my power تصير e to the 0 1 مضروب في لامدا فهي فقط لامدا. وانتم كلكم تعرفوا انه هذه عباره عن مشتقة حاصل ضرب اقترانين اللي هو الانتجريتنج فاكتور في الفانكشن تاعنا جاب مشتقوهم الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول ايضا وكاملوا الطرفين بالنسبه لتي تكامل اللامدا هي لامدا تي بلس كي 1 حسب يعني كونستانت كي 1 حقسم على الاي هلا أقسم على هذه الـ E فبصبت عندي P1 of T هو عبارة عن lambda T plus K1 بE to the minus lambda T ونضل أحسب هذا constant من الـ initial condition at T equal 0 P1 of 0 عبارة عن 0 plus K1 بE to the 0 بس P1 of 0 تكون معناها probability X of T equals K هذه K1 هون والT بجوه 0 فاحنا اتفقنا انه هاي دائما زيرو لانها تكون واحد هذا مستحيل فالبروبابيلتي انه كم زيرو وبالتالي صارت زيرو ايكوالز كي 1 فصارت بي 1 اوف تي هي عباره عن لامدا في تي في اي تو ذا ماينس لامدا اوف تي. سيميلارلي بنفس الطريقه حيطلع معنا بي 2 اوف تي بتحلوا نفس المعادله التفاضلي بنفس الطريقه رح تطلع لامدا في تي سكوير على 2 فاكتوريال في اي تو ذا ماينس لامدا تي وبي 3 اوف تي حتطلع لامدا في تي كيوبد على 3 فاكتوريال في اي تو ذا ماينس لامدا تي وبالتالي نستنتج انه الكيف ترم تبعها اذا مشينا كي من المرات هو عباره عن لامدا تي تو ذا باور اوف كي اوفر كي فاكتوريال في اي تو ذا ماينس لامدا تي وهذا اللي بوصل هذا البي دي اف تاع اللي بوصل فبحكي انه x of t عدد الواصلين او عدد الايفنتس خلال فتره زمنيه طولها t follows a Poisson distribution with parameter لامدا في t. فاحنا اللي كنا بدنا نوصل له لهي النتيجه انه عدد الاشخاص الواصلين خلال فتره زمنيه معينه يعرف بهذا القانون اثبتنا انه Poisson عشان هيك حنسميه Poisson process x of t رح تتسمى Poisson process لأنها رغم ذلك بنتبع بوصون الديستريبيوشن وبروسس لأنه بيعتمد على التايم تي فأي رغم ذلك على التايم تي نسميه بوصون بروسس. في اسم ثاني له مكتوب عندكم بالورقة اللي هو ماركوف بروسس. ماركوف تعميم لهذا عام منه. ماركوف بيحكي لك probability إنك تعرف 20 حدث
قبل 20 سنة و10 سنين و5 و3 given انك تعرف السنة الماضية انت بهمك بس اخر سنة بهمك اخر probability وانا بتحقق هاي assumption too. موضوع عميق تاع الماركوف تشين او ماركوف بروسيس ما بيهمنا هنا يبصون بروسيس انه هاد يعني دي قد ايه probability كم واحد ممكن يجي عندي على الطابور خلال فترة زمنية معينة. هذا الفيديو خليه 20 دقيقة مش راح اطوله عليكم علشان يكون تجربة، إذا كويس نستمر هيك أو نرجع للطريقة القديمة. يعطيكم ألف عافية.